هاي، ليش يوم العطلة ضروري على الصعيد النفسي؟ أولاً لأنه بيساهم باستعادة الطاقة العقلية، وهالشي بيأكدوا العلم. فدراسات بتدل أنه الناس يلي ما بيقدروا يفصلوا حالهم عن العمل خلال عطلهم بيعانوا من الإرهاق خلال سنة، وبيفقدوا المرونة بمواجهة ظروف العمل المجهدة. الفرصة مهمة للأشخاص الخلاقين، فهي بتساعدهم على التفكير لإيجاد الحلول والأفكار الخلاقة، وكمان عندها تأثير على زيادة التركيز. العمل لساعات إضافية ما بيعني بالضرورة زيادة بالإنتاجية. فرنسا وألمانيا مثلاً، وهن من البلدين الأكثر إنتاجية، عم بيفرضوا 30 يوم فرصة سنوية. ومايكروسوفت باليابان اكتشفت بعد تقليل أيام العمل لأربعة بالأسبوع إنه الإنتاجية زادت وبنسبة 40%. مين قال إنه أيام الإجازة عندها تأثير ملحوظ على تحسين الذاكرة القصيرة المدى؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.